ناخدكم لموضوع تاني. وهيئة الرقابة المالية اتفقت مع البنك المركزي انها تنشئ صندوق لضخ السيولة في البورصة، صندوق لتنشيط التداول في اطار دور البنك المركزي لدعم الاسواق وتنشيط التعاملات. تم الاتفاق على انشاء الصندوق لزيادة حجم السيولة في البورصة ودخول مستثمرين جدد وزيادة القدرة المالية للمستثمرين الحاليين. التوجه هدفه تهيئة مناخ استثماري وتنشيط البورصة ومنح تمويل لشركات الوساطة المالية بعد ما مؤشر البورصة اللي كان تراجع امبارح حقق مكاسب جماعية النهاردة بدعم من المؤسسات المالية والمحلية وسط حالة تفاؤل سببه قرار إنشاء الصندوق. خلوني أرحب بخبير أسواق المال الصديق العزيز الأستاذ وائل عنبة. أهلا وسهلا بحضرتك. صديقي العزيز الأستاذ أسامة، أهلا بك. يعني خليني أسأل حضرتك الأول، النهاردة هذا الصندوق اللي تم إنشاؤه، الصندوق ده مش هيحط فلوس هو بنفسه في البورصة مش كده؟ لا، هو الصندوق ده يقرض شركات السمسرة، وشركات السمسرة هتعيد إقراض المبالغ دي للعملاء الأفراد آلية اسمها المارجن، ولكن هيبقى سعر الفايدة أقل، الضغوط البيعية أقل. لكن أنا ليا تعليق يا أستاذ أسامة. اتفضل. مش لازم كل مرة ننتظر لغاية ما الأفراد تفلس تماما ونبدأ نتحرك، يعني النهاردة في أكتر من تحرك. التحرك اللي حضرتك ذكرته دلوقتي ما بين الهيئة والبنك المركزي، بعد الجلسة في تصريح لنائب محافظ البنك المركزي الأستاذ رامي أبو النجا إن في صندوق بمليار جنيه من حزمة العشرين مليار اللي كان أعلن عنها الرئيس السيسي العام الماضي للشراء مباشرة في الأسهم، غير الاتفاق اللي تم بين الهيئة وبين البنك المركزي. يعني في تحركات لدعم واستقرار. لا أنا معلش هسأل حضرتك، يعني برضو المليار جنيه اللي تحدث عنهم الأستاذ رامي أبو النجا دول فلوس هتدخل من المركزي على البورصة على طول؟ من حزمة العشرين مليار اللي أعلن عنها الرئيس السيسي العام الماضي. ولا قروض؟ لا، دي شراء أسهم مباشرة. صندوق بيتكون لشراء أسهم ويتم مراجعة المبالغ بعد كده، إذا كان محتاج زيادة هيزوده، وده من حزمة كانت أقرت بالفعل العام الماضي بعشرين مليار جنيه. البنك المركزي ما استخدمش منها غير 500 مليون طبقا لتقرير البنك الدولي اللي قال إن البنك المركزي ما استخدمش غير 500 مليون من 20 مليار. وهنا انا بستعجب، يعني الرئيس السيسي اعلن عن 20 مليار. 20 مليار للبورصه؟ يعني 20 مليار للبورصه بس؟ للبورصه، لدعم البورصه. طب هل النهارده، على فكره ده كان له اثر السحر، هل النهارده حضرتك يعني خبراء اقتصاديين كتير قوي بيقولوا لا مش مفروض اننا نضخ اموال في البورصه لان دي اموال الشعب اولى بيها، الاستثمارات اولى بيها. ممكن النهارده لما نكون بنتكلم على صندوق لاقراض المستثمرين ويردوا الاموال ده شيء طيب، لكن ان البنك المركزي يحط فلوس في البورصه يكسب او ما يكسبش فيها ده اللي غريب شويه. انا ضد هؤلاء الخبراء، وانا اقول لحضرتك انا منهم بقى على فكره، مش تبقى عارف يعني انا من هؤلاء الخبراء. ضدك بس انا اقول رايي بعد اذنك. اتفضل. اولا احنا بنستثمر في اصول مصريه اتهانت بشكل كبير، اسهم تعبر عن اصول، اراضي وعقارات ومصانع نزلت بشكل كبير. دي اول نقطه، ان هو بيستثمر في اصول مضاعفات ربحيتها وقيم اصولها اعلى من سعر الشاشه بكثير جدا. انا ادي لحضرتك رقم صغير جدا، احنا في مصر راس المال السوقي للبورصه كله لا يمثل 10% من الناتج القومي الاجمالي، في حين في دولة زي أمريكا 200% يعني الضعف. فشوف الفرق في الأسعار قد إيه، إحنا 10% في دولة 200%، حتى لو إحنا دول عالم ثالث وهم عالم متقدم ما يبقاش الفرق كده. الحاجة الثانية، في آلية لتسعير أسواق العالم، إحنا أسعارنا مضاعفات الربحية في حدود 6 مرات وفي أقل من كده. مضاعفات الربحية في الدول الناشئة اللي حوالينا حوالي 13، الدول المتقدمة أكتر من 20. يبقى إذا هو بيستثمر في أصول مصرية. الحاجة الثالثة والأخيرة، استقرار البورصة مهم جدا، لأن البورصة هي استفتاء يومي على الأحداث السياسية والاقتصادية. فلو إحنا بنعمل برنامج اقتصادي ناجح وعندنا أحداث سياسية جيدة وفي استقرار أمني وسياسي، لابد البورصة تعكسه، البورصة لا تعكسه، لأن ما فيش صنع سوق. اسمح لي بقى أنا هنا أختلف معاك، لو كان هذا هو الأمر
ايه اللي حصل امبارح في حالة عدم استقرار سياسي او اقتصادي او قرارات مفاجأة او صعود او هبوط اللي خلى يحصل اللي حصل امبارح ده؟ ان كان فيه هبوط متوالي من منذ بداية الشهر، تقريبا اي جي اكس 30 فقد 10% من قيمته، اي جي اكس 70 فقد 25% من قيمته، بسبب ان آلية المارجن والكريدت اللي كانت ممنوحة كانت يعني خطأ، فلذلك لما حصل هبوط البيع بيجيب بيع، فالشركات ضغطت على العملاء. تمام، يعني اذا لم تعكس ظرف اقتصادي او ظرف سياسي، عشان خاطر انا وحضرتك كده بنقعد مع بعض من 2008 بنتكلم في البورصه، والكلمه الشهيره البورصه مرآة الاقتصاد. اقتصادنا الحقيقه في 6-7 سنين اللي فاتوا في حاله صعود، وحتى في ظل الأزمات العالمية على الأقل هو متماسك، وليس هذا هو وضع البورصة والتي لم تصبح مرآة للاقتصاد المصري. يبقى في حاجة غلط، لازم نبحث ما هو الغلط اللي خلى برنامج اقتصادي ينجح بقوة وبورصة تهبط بقوة. احنا بندور حوالين 11,000 نقطة بقالنا فترة طويلة جدا، في حين أسواق العالم بتحقق قمم تاريخية يومية. الأسواق اللي حوالينا كلها، السعودية بتنضرب بصواريخ من الروسيين كل يوم، مؤشرها بيطلع. فلازم احنا نبحث ما هو الخطأ اللي وصلنا لهذه المرحلة. هل هو خطأ سياسي ولا اقتصادي ولا إداري؟ ممكن يبقى خطأ إدارة منظومة. فلازم نبص على ايه الخطأ اللي وصلنا لهذه المرحلة. طب ما احنا خلينا نتفق، هو ليس خطأ ولا سياسي ولا اقتصادي، بدليل ان الاقتصاد متماسك. اذا هو خطأ موجود جوه منظومة البورصة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي احنا بنطالب النهاردة البنك المركزي ان هو يدخل ويتدخل ويضخ اموال. هل هذه السابقة بتاع ضخ البنوك المركزية اموال في البورصات له سوابق في البورصات الكبيرة؟ حصل، وفي الازمة العالمية في تدخلت البنوك المركزية لشراء اصولها اللي انهارت بشكل كبير في 2008 على رأسها البنك الفيدرالي الامريكي، فحصلت السوابق دي. عندنا في مصر البنوك الحكومية استفادت من وعي السوق العام الماضي، دخلت اشترت بقوة البنك الأهلي وبنك مصر بعد أزمة كورونا ما حصلت في شهر مارس، والمؤشر والأسهم صعدت بشكل كبير واستفادت. فإذا هو ليس دعم قدر ما هو استثمار، أنا بقول هو استثمار، واستقرار البورصة مطلوب. ما ينفعش يبقى فيه برنامج اقتصادي ناجح وكل يوم نعلن عن هبوط البورصة. امبارح البورصة وقفت نص ساعة بسبب الهبوط اكتر من 5%. تمام، ايه اللي حدث يوصلنا لكده غير ان في اخطاء في المنظومه لازم نبحث. طيب تاني، معلش عشان يعني انا لسه ما اقتنعتش، وانا منتظر ان حضرتك تقنعني، ان انت دايما بتقنعني يعني، فعايزك تقنعني بان ليه انا البنك المركزي ادخل واحط فلوس في اسهم ملكيه في مصنع على سبيل المثال، في حين أنا ممكن أدخل أنا كبنك مركزي وأمول أن أنا المصنع ده بشكل مباشر، أني أخد دراسته وأقول أنا هعمل فيه كذا وهكبره بالطريقة الفلانية، وتكون برضو مرتبطة بدوري كبنك مركزي. نتكلم بالعدل والحق. بالعدل والحق. ما فيش استثمارات جديدة دلوقتي، ما فيش استثمارات جديدة بتيجي عشان تطلب أن هي تاخد قروض أو تفتح مصانع. استثمارات سواء لا 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 انا كمركزي ادخل على مصنع كبير موجود او على شركه كبيره موجوده، بدل ما تبقى النهارده انا بحط في الاسهم، والاسهم الله اعلم هي وظروفها بكره تطلع بعده تنزل، ايه اللي بيحصل فيها؟ طب ما الاسهم حصه ملكيه في هذه الشركه او هذا المصنع، انا باخد حصه ملكيه. ادخل المصنع ازاي غير اذا اكون مالك؟ اخد حصه ملكيه وامول وازود راس مال. فده كان المفروض يبحث بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت. طيب هل حضرتك شايف ان ده التوقيت المناسب؟ ان الحكومة كانت بتتكلم على انها هتطرح مجموعة من شركاتها او اجزاء من شركاتها، وخصوصا الشركات الناجحة، انها تنزلها البورصة. هل 2021 هو عام مناسب، ولا هم كانوا ناويين في 2020 لولا الظروف، ولا برضو يأجلوا؟ تأجيل الطروحات الحكومية بقاله 3 سنين وكل شوية بحجة شكل. احنا عندنا في الثلاث سنين دي حصل طروحات قطاع خاص كتيرة بمليارات، اخرها السنة اللي فاتت طرح شركة فوري وكانت باكتر من 1.5 مليار، عندنا تجربة الاسبوع القادم طرح شركة تعليم ودي باكتر من 1.5 مليار. فاذا القطاع الخاص جريء في قراراته وبينجح،
لأكثر عوامل تنجح الطروحات أو العامل وهو التسعير، لازم يكون تسعير مناسب عشان يلاقي مستثمر يقبل عليه. تاني حاجة الترويج، الشركة اللي بتقوم بعملية الترويج لازم تكون شركة محترفة، وإحنا عندنا شركات مروجة من أحسن الشركات في الشرق الأوسط. تالت عامل التوقيت، التوقيت إحنا في الوقت الحالي داخلين على خلاص بتنقشع موجة كورونا تدريجيا، ممكن بعد شهر اتنين تلاتة عندنا استقرار في سعر الصرف، استقرار سياسي، فلازم الحكومة تتجرأ شوية وتاخد قرار بالطروحات بمراعاة العاملين المهمين التسعير وشركة ترويج كيدة. طالما انت بتقولي بالحق والعدل، يعني بالحق والعدل بجد، موجة كورونا بتنقشع، ده احنا داخلين الموجة الثالثة، فتقول انت عندك معلومات مش موجودة عند منظمة الصحة العالمية يعني ولا ايه؟ لا يا أستاذ أسامة، ما كانتش بورصات العالم حققت قمم تاريخية، لأن خلاص احنا حتى الموجة الثالثة دي ممكن تكون الموجة الأخيرة، ما حصلش غلق للاقتصادات. يسمع زي من بقك ربنا، يسمع من بقك ربنا انها تبقى الموجة الأخيرة، بس ألمانيا قفلت امبارح. تمام، ومع ذلك البورصة بتطلع ليه؟ خصمت في حساباتها كل الأحداث السلبية خلال الفترة اللي فاتت. الموجة اللي كانت كبيرة على أسواق المال في العالم كانت في مارس العام القادم عام 2020، وهو أسوأ الأعوام الاقتصادية في حالة السلم منذ عام 29 الكساد العظيم. ما حصلش في المئة سنة دي عام سيء اقتصاديا في حالة سلم غير عام 2020، ولكن خلاص بدأت الاقتصاديات والبورصات تخصم هذه الأحداث وتسعر تسعير جديد بقى. لذلك بنشوف دايما صعود في بورصات العالم رغم ان احنا ما زلنا لسه كورونا ما انتهتش بنسبة 100%، لكن في مصل هنلاقيه، في لقاح، في تطعيم، في اجراءات احترازية، الحاجات دي كلها هي اللي مخففة من الوطأة على بورصات العالم كلها. النهاردة الارتفاع اللي حصل النهاردة ده ارتفاع في رأيك مستمر ولا هي نشوة فرح بالأخبار الجديدة وترجع الأمور كما كانت؟ هو الارتفاع اللي حصل نتيجة للهبوط الشديد جدا أوجد فرص استثمارية. يعني أنا عندي في الشركة النهاردة بدأ بعض العملاء الكبار يضخوا رؤوس أموال النهاردة في السوق، لأن شايفين الأسعار نزل بشكل مبالغ فيه. لما مؤشر ينزل 25% في شهر، اعرف أن الأسهم نزلت أكتر من 50% في هذا الشهر، وده اللي حصل في ورق كتير جدا هبط بشكل كبير. أعتقد أن خبر دخول البنك المركزي هو تدعيمه لاستقرار البورصة، أنا عايز أقول مهم جدا استقرار البورصة، ده يبقى له تأثير إيجابي على المتعاملين في جلسة الغد. يعني الأيام اللي جاية هنشوف ارتفاعات متوالية، ممكن يكون عملنا قاعة زي ما عملنا في مارس العام الماضي بعد موجة كورونا، كان المؤشر نزل لغاية 8800 نقطة، ثم عاود الارتفاع بعد تصريح الرئيس السيسي بدخول 20 مليار جنيه للبورصة، عاود الارتفاع وصلنا لمنطقة 11500 نقطة. أنا برضو بقول إحنا في المرحلة دي بنكون قاع، وبالصدفة في شهر مارس برضو زي السنة اللي فاتت في شهر مارس، بالصدفة بعد تصريح البنك المركزي بضخ فلوس زي السنة اللي فاتت تصريح الرئيس بضخ فلوس، الحاجات دي كلها تتواكب مع تكوين منطقة قاع، وأنا بتوقع إن إحنا نعود صعود من المنطقة زي جلسة النهاردة، بس مش هيبقى الصعود عمودي، الهبوط سهل جدا بيكون عمودي، ولكن الصعود ما بيبقاش عمودي، بيبقى زجزاج. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا صديقي العزيز وخبير أسواق المال الأستاذ وائل عنبة، شكرا جزيلا لحضرتك.